الشيخ مين يريدكم ومن الله والتوفيق يجب الاستاذ الدكتور اسعد علي فقد انت اعلم وكان ختامه وكان خاتمه المسك الذي فتح علينا هذا الصباح من مداخلات الاخوان جميعا ومن مداخلات معنا خاصه نفتح باب النقاش التي أنا استفدت من كل الذين سبقوني ومن أسماء الذين سيأتون. شوف مولانا عيون أبو العلاء بتذكير فقط وهو موجه للأستاذ الدكتور محمد الدناي لكلية الآداب بفاس يقول عدد فصول اللزوليات 13,100 لزولية وليس 13,100 لزولية لأن أكثر فصول حرف واحد. والله أحسن جدا وقد لاحظت هذا لكن أنا بنيت على الجدول ضرب 4 بـ28 لكن إذا نقص الحرف بيصير أقل من 112 مش أكثر بيصير 111 لقد حسب نعم بيصير أقل وليس أكثر 28 بـ4 كم يكون 112 زود الحرف ويقول الحرف هو يقول الحرف إيه سيدنا أرفع صوتك قليلا. الحرف 4 مرات في عدد الحروف 112 والألف حرف وحيد لا حركة له يصير 113 فصل وذكر هذا في المقدمة. صحيح ذكر حرف المقدمة لكن نحن بنينا على الجدول. والقراءة الصوفية الضوقية أجمل في 112. شعر أنك نابه إلى هذه الدرجة. لقد وقفت عند هذا. نعم صحيح شكرا. الحقيقة يعني أنا مع احترامي لتقاليد عدم المداخلة لا فقط سأقول هذا التعقيب الموجز على مصطلح أفق للطبع وأنا أظن نحن دائما بيننا حوار حول المصطلحات التي نترجمها عادة عن اللغات الأجنبية وأحيانا نتناسى الصدى الذي تستخدمه الكلمة في اللغة العربية. أنا أظن أن كلمة انتظار كلمة تجيب إلى الركود السكون عدم الحركة وأنا ما أشار الدكتور حميد في جوهر نظريته وهي أن ما يطرح على المتلقي من أداء فني يستند أساسا إلى رصيد عند ذلك المتلقي يكمن في توقع نوع الفن الذي يستجيده أو لا يستجيده وهو من خلال هذا الرصيد المسبق يصدر حكمه بالاستحسان أو بالخروج على الذوق أو الخروج على العمود أو المألوف أو غيرها والنظرية في زاوية نظرية تفسر بجدية كثيرا من الرفض والاستحسان في تراث النقد لكن أنا أظن لو أن الدكتور حميد فكر معي في أن المصطلح الأكثر توفيقا هو أفق التوقع وليس الانتظار فإن التوقع نوع من التأهب نوع من يتضمن أن المتلقي نفسه يحمل فكرة مسبقة ويتوقع أن يجيء العمل الجديد على نمطها فيقر أو خارجا عليها فيتحفظ عليه لكن الانتظار يحمل نوعا من السكون وعدم الحركة فلو أن النظرية مع جوادتها أحلت التوقع مكان الانتظار فربما أعطى ذلك نوعا من الديناميكية والحركية المطلقة. شكرا أخذت دقيقة بالنسبة لاختيار المصطلح لا يمكن تغييره ليس من واحد وأن اللفظ المصطلح في أصله الفرنسية هو raison de l'attente l'attente هي الانتظار ولا يمكن أن نترجمه بالتوقع هذه ترجمة ربما تعود إلى اجتهاد وإلى ربما الإخوان الذين يترجمون عن اللغة الإنجليزية ولكن المصطلح هو مصطلح أطنط وأطنط هو الانتظار الأخطار تحتمل التوقع هلا صار لا طالما عفوا تفضل يا طارق كيف شوي توقع نعم توقع أيضا التوقع التوقع متحرك ليس يتوجه الكلام إلى الحميد بخلاف
قدر ما يتوجه الى اصل المفهوم للغات الاجنبيه ذاتها. بالضبط. فهو لا ينقد المصطلح المترجم الى العربيه بافق الانتظار اوريزون دارتون كما ذكر الدكتور حميد، وانما هو يتوجه الى المفهوم الاصلي في اللغات الاجنبيه والفرنسيه من بينها. فالفرنسيون لا يفرق لم يفرقوا بين لاتونت والاكسبكتاسيون. تو اكسبكت في الانجليزيه بمعنى توقع، لكن انتظر لفظ اخر. ولعل الطرح الذي يطرحه الدكتور احمد درويش هو في انتقاد المصطلح في اصله عند الفرنش انفسهم. وشكرا. نعرفه اذا كان صافي فرنش وعرب في دقيقه في هذا الموضوع. في هالموضوع هذا، يعني قصه انه هل نحن ملزمون بان ناخذ هذا المصطلح الافرنجي ونفرضه على ابي العلاء؟ لا، الانتظار تقنيه الانتظار. لا، الانتظار مفهوم علائي، مفهوم ابو العلاء المعري هو نفسه. وتقريبا كل الشعر العربي المؤمن كلهم يتوقعون مجيء ما، ينتظرون فيلسوف العدل، ينتظرون العدالة. متى يظهر القائم بالأمر ويفرض العدل على الوجود؟ ففي كل شعرهم هذا التلفت. وتلفتت عني تسأل عني الأصائل، هو أبو تمام كذلك يتلفت الزمان ليسأل عنه، دائما في تلفت. لماذا؟ لأنه في حديث نبوي شهير يقول أفضل أعمال أمة انتظار الفرج. الفرج يعني يوم تملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا الانتظار متشرب في جميع آثار العرب. الذين يعرفون والذين لا يعرفون، الذين يعون هذه القضية دائما يتوقعون متى يرجع الحبيب، متى نكون في دولة عدل، متى نخلص من الظلم، متى تكون الحملان والأسود كما في مصطلح المسيح. يعني مصطلح كتير كتير دقيق قصة الانتظار، وليست مسألة يعني بني آدم، كلهم بني آدم، نحن قلنا لعالم آدم، لعالم آدم. بس الترجمة، يعني أنا وقفت على فكرة اللغة، يعني فكرة الانتقال نظرة. بعدين الانتظار حقيقة مو بس لا عفوا، يعني ليس فقط أنك تقف وتنتظر، وإنما تنظر في الأمر، تتأمل فيه، تقلبه، تنتظر من الكلمة أن تفجر لك شلالات جديدة وأعمال جديدة. هذا هو في تقديري لوعي ما يقوله إن غاض بحر مدة فلطالما فجر الغدير. لا فجر الآن، الآن شرحت غدير، فلطالما فجر الغدير، لأنه صارت شرح لغدير الغدير. لدينا تساؤل أخير أو إيضاح توضيح ورد من الشيخ أحمد خديجة، ينبه إلى أن تفوق أبي العلاء بالنسبة للعالم إنما هو في قوله لله أعمى يقود المبصرين ضحى يمشي أمامهم والمبصرون وراءه. شكرا للشيخ. أيضا وراء يعني أحسن هاي تابعة ل 113 تابعة ل 113 أيضا يقترح أنه غدر الغدير، فلو قلنا عثر الغدير أن هذا قد يكون أقرب للواقعية، لأن البحر يغيض والغدير أيضا عظيم يعتر إذا المفهوم ضيق أو غدر ما أدري، يعني حسب الخط. شكرا لهم. هل لي كلام في هذا الموضوع؟ قلت لهم صار إيه؟ ثانية ما كثير أنا مشكلة بالنسبة للكلام. نعم واقعية، قال من الناحية الواقعية عذر الغدير أصوب، ولكن عند العرب باللغة التي تنظر إلى عيني أبي العلاء الخضراوين يقولون لكل مفردة لفظ ومعنى على رأسي يا شيخي. نعم الواقعية قل ما تشاء عذرة، هذا صحيح، ولكن بالمعنى مستوى ثاني، وبمعنى المعنى مستوى فوق الثاني، وإلى سبع
وأنا اليوم كان كلامي السابع والسابع في نظريات الحقيقة والكشف لريتشاردز، هي نظرية الكشف. الكشف والحقيقة يعني الرؤية، نحن نرى ما لا يرى بكلام أبي العلاء، وليس واقعية، لأن كل البلاغة ليست واقعية، إنما هي مجاز، إنما هي تجاوز. نعم بجوز يكون واقعي صح، لكن أنا أقول بالمعنى وبمعنى المعنى، وأرجو أنك ترضى علي أيضا. أنا قبلان رأيك، مش عم خالف رأيك أبدا أبدا، ولكن طبيعة لغتنا إلى لفظ وإلى معنى وإلى معنى معنى. أنا رميت إلى معنى المعنى لأني أفترض أن سوية المؤتمرين والمنتدين بداء من الخطة إنهم في مستوى معنى المعنى، وسدد الله الخطة. ومرة أخرى أعتذر سيدي، ما خالفتك. نشكر الإخوان على حضور هذه الجلسة.